عايز اقول لحضراتكم قبل بس ما اتكلم في اي موضوع، الاهلي بينعي والد ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكره القدم. النهارده الحقيقه وفاته المنيه والد لاعب نجم النادي الاهلي كابتن ناصر ماهر. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضيه بينعون ببالغ الحزن والاسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكره القدم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني طبعا ناصر ماهر واحد من أهم وأفضل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة في النادي الأهلي، نتمنى له يا رب إن شاء الله أنها تكون ضائقة وتعدي على خير إن شاء الله خلال الفترة القادمة. ده الموضوع الأول اللي كنت عايز بس أتكلم فيه مع حضراتكم انتظارا